بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. قبس من العقيدة الإسلامية، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 59. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حكم بفناء هذه الدار والانتقال منها إلى دار القرار، والصلاة والسلام على نبينا محمد المصطفى المختار وعلى آله وأصحابه المهاجرين منهم والأنصار، وبعد، نواصل الحديث في موضوع يوم القيامة وما يكون فيه، وليكن موضوع حديثنا في هذه الحلقة عن الحوض والشفاعة والجنة والنار. قال الحافظ السيوطي: ورد ذكر الحوض من رواية 54 صحابيا، منهم الخلفاء الأربعة الراشدون وحفاظ الصحابة المكثرون وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. وروى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما فقال: إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. وقال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم فأقول: يا ربي إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ومعنى يختلج يطرد عن ورود الحوض. قال القرطبي: قال علماؤنا: كل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به فهو من المطرودين عن الحوض، وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض والمعتزلة على اختلاف فرقهم، فهؤلاء كلهم مبدلون. وكذا الظلمة المسرفون في الجور والظلم وطمس الحق وإذلال أهله، والمعلنون بكبائر الذنوب المستخفون بالمعاصي، وجماعة أهل الزيغ والبدع. ثم الطرد قد يكون في حال، ثم يقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد، انتهى. وقد خالفت المعتزلة فلم تقل بإثبات الحوض مع ثبوته بالسنة الصحيحة الصريحة، وكل من خالف في إثباته فهو مبتدع وأحرى أن يطرد عن وروده. وأما الشفاعة فهي لغة الوسيلة والطلب، وعرفا سؤال الخير للغير، وقيل هي من الشفع الذي هو ضد الوتر، فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له. والشفاعة حق إذا تحققت شروطها، وهي أن تكون بإذن الله تعالى ورضاه عن المشفوع له. قال الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ففي هذه الآية الكريمة أن الشفاعة لا تنفع إلا بشرطين: الأول إذن الله للشافع أن يشفع، لأن الشفاعة ملكه سبحانه، قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. والثاني رضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد، لأن المشرك لا تنفعه الشفاعة، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فتبين بهذا بطلان ما عليه القبوريون الذين يطلبون الشفاعة من الأموات ويتقربون إليهم بأنواع القربات، يطلبون منهم الشفاعة كما قال الله تعالى في سلفهم من المشركين، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون؟ قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. قال رحمه الله: وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم، وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية، وقال هؤلاء: من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها. وعند هؤلاء ما ثم إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النار، ومن يدخل النار فلا يدخل الجنة، ولا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب. إلى أن قال: واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، وبقوله: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، وبقوله: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وبقوله: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وبقوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وجواب أهل السنة أن هذا يراد به شيئان: أحدهما أنه لا تنفع المشركين، كما قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين لأنهم كانوا كفارا. والثاني أنه يراد بذلك الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك ومن شابههم من أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين، الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه، كما يشفع الناس بعضهم عند بعض. انتهى كلامه رحمه الله. وفي يوم القيامة الداران العظيمتان اللتان لا تفنيان، الجنة والنار، فالجنة دار المتقين والنار دار الكافرين. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وهما مخلوقتان موجودتان الآن، كما قال تعالى في الجنة: أعدت للمتقين، وقال في النار: أعدت للكافرين، وغير ذلك من النصوص التي تدل على وجودهما الآن وأنهما باقيتان لا تفنيان، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. قال شارح الطحاوية: مما ينبغي أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه، وهو العمل الصالح، فإنه من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وكذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب، فإن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وهو سبحانه المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. انتهى. والأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، والأعمال السيئة سبب لدخول النار. هذا، ونسأل الله الجنة ونعوذ به من النار، إنه سميع مجيب الدعاء. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.